ملاعبنا وفي إذن في هذه الجلسة الدراسية حول ثقافة التشجيع الرياضي والمناصرة الرياضية يعتبر هاجسا كبيرا عند كثير من دول العالم، ونحن في بلادنا على غرار كثير من الدول تشهد بين الفينة والأخرى، نشهد مرة تلو مرة بعض الانحرافات التي توشك أن تودي بنا في منعرجات خطيرة. ومن هنا كان لزاما علينا كمسؤولية، خليني نقول أدبية، على المجلس الأعلى للشباب، ونحن نضع أيدينا على مختلف القضايا ذات الشأن الشبابي، أن نلتفت لهذا الموضوع. أسباب كثيرة ومتعددة اللي خلات يعني نقول فئة من المناصرين، وليس كل المناصرين، خلاها تستعمل العنف في الملاعب. يعني كاين بزاف عوامل، وهي كما يقول لك مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشوفوا صفحات تحث على الفتنة وعلى المشاكل، عندنا تصريحات تاع رؤساء الأندية واللاعبين يعني يخرجوا بتصريحات نارية اللي تخلي المناصر المتعصب تخليه يعني يروح شاحن إلى الملعب. كاين تاني نقاط الدخول إلى الملعب، يعني المناصر البسيط إذا ما لقاش راحته في الدخول إلى الملعب ويلقى صعوبات، راح يعني المناصر المتعصب هذاك راح يخرجهم في الملعب. نظن أن البلاطوهات والبرامج الرياضية لابد أنها تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في إيقاف هذه الظاهرة المتنامية مؤخرا، وهي ظاهرة العنف في الملاعب، عبر توجيه رسائل، عبر حملة توعية، عبر محاولة إزالة الشحنة بين أنصار الفرق، لأن مثلا ممكن عنوان في جريدة ممكن يكون سبب في أعمال عنف. يجب على كل واحد يقوم بالدور تاعه، من إعلاميين، وسائل التواصل الاجتماعي يعني أيضا تكون محروسة، ونغرسوا في الجيل نستثمروا في الجيل الجديد، نغرسوا فيهم أخلاق وثقافة رياضية سليمة إن شاء الله.